ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، وهنبدأ مع بعض الشوط الثاني ونضم ضيفي اللي مشرفني ومنورني طبعا حسام الحلو. منورني حسام. ربنا يخليك، انا مبسوط جدا ان انا مع حضرتك النهارده بجد. انت منورنا ومشرفنا، وطبعا انا شفت ماما معاك بره. أيوة. طبعا ربنا يبارك فيها ويخليها يا رب. مبسوطه ان انا بقيت بتعرف بكل جمهور الاهلي اللي بدا يكلمني يتواصل معانا من خلال يعني برنامجي في قناه الاهلي، ده شيء يشرفني. انا طبعا متابعين حضرتك من زمان طبعا، ماما يعني انت اكتر حد هي بتتفرج على البرنامج بتاعها من ساعه لما كنت على القنوات الثانيه. حتى احنا قناه الاهلي كنا يعني بنتفرج عليها، بنتفرج على التحليل وكده، لكن ان حاجه تجمعنا ان انا الاقي ماما بتتفرج على قناه الاهلي والصبح وبتاع، فدي حاجه مش معتاده، لكن هي بتتفرج علشان ده شرف ليا والله يا حسام، تسلم لي. وشرف ليا ان ماما تتابع من قناه الاهلي، ده انا سعيده جدا بجد بالجمله دي. ربنا يخليك، هي القناه يعني فعلا لما كل حاجه يعني في كل البرامج وبتاع، فهي ماما طبعا دايما متابعه. انت بتحب برامج التحليل زيي صح؟ بالظبط. اه طبعا الكوره اهم حاجه طبعا، وانا كمان بقعد اتفرج عليهم، بحب قوي اتفرج عليهم. انا طبعا مبسوطه بوجودك معايا. ربنا يخليك، نورني النهارده. قولي بقى الاول، انت خريج، انا عارفه ان انت لسه نتيجتك طالعه والحمد لله نجحت. الحمد لله النتيجه طالعه الاسبوع اللي فات. ايوه انا خريج اداب اسباني ما شاء الله جامعه حلوان. ما شاء الله والحمد لله جبت تقدير جيد الحمد لله. ما شاء الله نجحت الحمد لله بتقدير كويس. الحمد لله. الحمد لله. الف مبروك. ربنا يخليك. وقولي بقى انت ليك اخوات تانيين؟ انا عندي احمد برضو اكبر مني بثلاث سنين، ما شاء الله، وخريج برضو كليه تجاره جامعه القاهره. ما شاء الله. وانتوا الاثنين كرويين اهلاويين متعصبين؟ احنا الاثنين من زمان يعني، احنا البيت عندنا كله طبعا كلنا بنحب الكوره يعني، حتى من وانا صغير وانا تقريبا عندي 6 7 سنين ما شاء الله كنت بتفرج على الماتشات، كان في اللي هم الاطفال اللي بيمسكوا ايد اللعيبه وبيطلعوا مع اللعيبه، فانا كنت حابب ان انا اطلع في التلفزيون مثلا امسك ايد اللعيبه بتاع، فكان في اكاديميات كوره جنبينا فعلا بتاخد الاطفال بتوديهم يمسكوا ايد اللعيبه والاطفال اللي بيمسكوا ايد الاعلام وبتاع، فانا فعلا روحت قبل كده كذا مره وطلعت في التلفزيون يعني من وانا صغير، وانا طلعت في الكاميرا وكنت ماسك ايد اللعيبه بتاع، بس الكلام ده تقريبا يعني من 10 15 سنة بس. كنت فرحان ومبسوط طبعا. احساسك يعني ايه بقى وانت معانا دلوقتي في قناه الاهلي؟ انا طبعا مبسوط لان انا طلعت الماتش اللي فات او اللي كان من 10 15 سنه ده كان برضه ماتش الاهلي، ويعني كانت حاجه مبهرة بالنسبة لي ان انا شايف كل لعيبة الاهلي قدامي، فدي كانت حاجة بسطانية جدا طبعا. ربنا يسعد قلبك دايما يا رب. طيب انت بقى قول لي، انت اخوك الاكبر منك خلاص احنا عرفنا، مين بقى اللي حبايبك في الكورة كان بيتفرج الاول؟ اكيد بابا، بما ان بقى ماما ما كانتش بتتفرج. اه طبعا يعني من ساعة ما انا كبرت اخويا كان اكبر مني ب4 سنين، فقبل ما انا كبرت وكده يعني انا اتربيت لقيت ان لا لازم الماتش الاهلي يبقى كله في البيت موجود وبنتفرج ومتابعين مستعدين الكوره، والماتش يخلص برضه بنتفرج على التحليل يعني، مش الماتش يخلص خلاص أيوة. لازم التحليل، ودي كانت فاول ولا لا، ودي كانت اوت ولا لا، ولازم نتفرج على كل التحليل. هايل والله، دي حاجه جميله. بص انا اكتر حاجه اسعدتني بجد في وجودي في قناه الاهلي ان انا بقيت اشوف جمهور الاهلي. انت طبعا منورني النهارده. ربنا يخليك. طيب قول لي بقى انت يعني بتفكر في حياتك ازاي؟ انت ايه اللي ممكن تكون يعني غير انت جيت خلاص معانا قناه الاهلي واكيد انت خلصت اهو. ايوه. بتفكر تعمل ايه بقى؟ والله انا يعني برضو بحب التمثيل يعني، انا من هواياتي التمثيل. كويس. من وانا صغير برضو انا بحب التمثيل يعني، في اطفال بتبقى شقيه كده اللي هو الولد اللي يمثل على مامته ان هو نايم وبتاع وهو مش نايم، فانا كنت جربت عليهم في البيت يعني الاول. بالظبط. فانا كنت الطفل ده، فمن وانا صغير بحب التمثيل وبحب الكاميرا، ولا انا عايز الناس تشوفني وانا طالع في التلفزيون والناس تتفرج عليا في الشارع تقول ايه ده، مش ده اللي كان لسه في القناه وبتاع. فدي حاجه بسطاني من صغري، فبدات فعلا في المجال ده من 2012 تقريبا. كويس. كان في واحده صديقه والدتي استاذه امير البيبلاوي طبعا، كان عاملين زي سيت كوم كده. تحيه طبعا. كان عاملين زي سيت كوم كده اسمه البنسيون، فكانوا عايزين شويه اطفال كده قاعدين في درس وبتاع. بس فمن ساعتها انا بدات بقى في المجال التمثيل ده، فرحت كنت يعني عملت تقريبا جمله او اتنين، الكلام ده في 2012. اوكي. فبعد ما اتعرضت على التلفزيون فلقيت ان انا ظاهر على التلفزيون وبتفرج على نفسي في البيت. بالظبط انا. فدي حاجه بسطتني جدا طبعا، ولا انا لازم اخد الموضوع ده جد ولازم اكمل في المجال ده، ولازم اعمل حاجات اكتر واكتر واتشاف من الناس وابقى مشهور ان شاء الله تبقى كده وتحقق كل. احنا لسه لينا هنكمل، بس انا هستسمحك نقول وصفتنا النهارده. احنا هنعمل وصفه سريعه للكيك، الناس اللي مش حابه نسبه سكر ممكن نعمل كيك من زبادي، والزبادي اللي يقدم عند حضراتكم ما ترموهوش يعني، ان ممكن نحطه في الكيك مش هيجرى له حاجه، خصوصا لو الزبادي ده المعلب بتاع السوبر ماركت. خلينا ننزل 3 مكونات بالظبط، هنعمل منهم كيك خفيف ولطيف جدا. عندي حوالي 400 جرام من الزبادي اللي هم علبتين من العلب اللي هي المتوسطه، وعندي 4 بيضات، وعندي شويه من النشا،
تقريبا 40 جرام، يعني نقول مثلا معلقتين كبار كده من النشا او ثلاثه بس. انا بقى هكمل جنب حسام، وهو حسام لسه بيحكي معايا بقى عن ايه هيكمل. هو بعد 2012 عمل ايه؟ قولي بقى بعد 2012 عمل ايه؟ 2012 اشتغلت في مسلسل او سيت كوم البانسيون، دي تعتبر كانت اول حاجه اشتغلتها. بعد كده بقى اهتميت بالموضوع اكتر، وكنت برضه بجانب الدراسه، يعني دي حاجه ما تعرضش للدراسه اول حاجه اللي انا بشتغل. يعني كنت ملتزم بدراستك برضه ومجتهد وبتخلي بالك. بالظبط، دي حاجه ما تعرضش، يعني اي حد عنده مثلا موهبه تانية هوايه او هوايه تانية ما ينفعش ان هو يعارض ده مع دراسته، لان الدراسه اهم حاجه عندنا. صح، طبعا. انا مبسوطه منك انك قلت الكلام ده قوي. بالظبط، يعني دلوقتي الولد مثلا يحب يلعب كوره فيقول لا انا مش ههتم بالدراسه. لا بالعكس، هي المفروض تبقى حافز لي. صح بالظبط. صح. انا كنت بجانب برضه الدراسه بحاول ان انا اعمل مثلا كاستنج في كاستنج ايجنسيز، اروح اكلم حد، احاول ان انا اطلع في برنامج، احاول اعمل اختبار، كل ده برضه كان بجانب يعني. الدراسه. بالظبط. بعد كده في 2016 كان في مسلسل اسمه الاب الروحي، ده برضه كان مسلسل كبير جدا وفيه ممثلين كتير جدا جدا جدا. ايوه. وده كان يعتبر يعني البدايه الفعليه ليا. هو كان اواخر 2016، كان برضه صديق والدي الاستاذ هيثم فتوح هو يعني رشحني في المسلسل ده، فبرضه كانوا عايزين اطفال صغيرين وبتاع. اه معانا صوره اهو من المسلسل وانت فيه اهو يا عم. ده مسلسل القمر اخر الدنيا، ده كنت عامله في رمضان 2020. ايوه. مذيع غندة عبد السلام والمخرج تامر حمزه ما شاء الله، واستاذ سعيد صدقي، وكان معايا ممثلين كتير جدا. ده مسلسل الاب الروحي. أيوة. ده كان في اواخر 2016 واوائل 2017. ما شاء الله. ده كنت عامل فيه دور بهي، كنت أيوة. في الجزء الاول والجزء الثاني. ايوه. وطلعت في دار الايتام مع ميبا عادل ومحمد عز، وكان معايا ممثلين جدا ما شاء الله. وده برده من مسلسل واكلينها ولعه، ده أيوة. كان رمضان برده 2000 مش رمضان، كان في 2017. ما شاء كنت الله. عامل دور ميكانيكي. بس امور هو في ميكانيكي سكر كده. شكرا العظيم. كنت عامل دور ميكانيكي وكان اسمي شازيا، وده برضو مسلسل اسمه برنامج الابواب المغلقه. برنامج الابواب المغلقه كان بتاع استاذ جورج كرداحي. أيوة. بس من اول بقى 2018 2019 بدات اطلع في حاجات كتير، واشتغلت في حاجات اكتر، وعرفت ناس من الوسط الفني اكتر، واتمرنت اكيد اكتر. بالزبط. وبقيت احسن. صح كده بالظبط. حتى علشان انمي الحته دي فبدات ان انا اخد ورشه تمثيل مثلا، زي بيبقى زي تدريب كده. خدت مثلا ورشه النقابه طبعا، ورشه مع استاذ ميدو عادل، ورشه مع استاذ محسن. الناس المتخصصين دول مهمين. صح بالظبط. دي حاجه يعني الناس تقول لك ده بيطلع في التلفزيون ده خلاص كده طلع في التلفزيون، لا، الحاجات دي بيبقى ليها زي تدريب، لازم تتعود تتكلم ازاي، تقف قدام الكاميرا ازاي، دي كل حاجه بتشجعك ان انت لما تظهر وتعرف تتكلم وتبقى احسن. فالورش دي برضو كانت حاجه بتفيدني ان انا لما اطلع او اتكلم في مشهد او اعمل حاجه. دي كانت حاجه بتفيدني اكتر، ان انا ابقى واقف كويس، بتكلم كويس، شكلي حتى في الكاميرا كويس، اعرف امثل كويس، فكل الحاجات دي كانت بتفيدني. حلو. بس من 2018 بقى اشتغلت في الاب الروحي الجزء الاول والجزء الثاني، كنت عامل دور بهي وبرنامج الابواب المغلقه، كنت عامل دور علي واكلينها ولعه، كنت عامل دور شازيا والامر في الدنيا، كنت عامل دور شهاب، يعني الحمد لله اشتغلت في كذا حلو حاجه. حلو ده. انا مبسوطه بيك اولا، ما اعرفش ان انت يعني عامل حاجات حلوه كده، انت فاجئتنا. خليني طب اقول للمشاهدين انا عملت ايه، ونستكمل بقى اخر حاجه مفاجاه انت هتقولها لنا في الاخر. احنا حطينا البيض، حطيت طبعا فانيليا سايله، الكيك ده بيبقى جميل لو فيه فانيليا سايله، او اثنين باكت من الفانيليا الباودر، وحطيت عليهم الزبادي، وبعدين ضربتهم مع بعض، وبعدين ضفت ثلاث معالق كبار من النشا بس. هو ده الكيك، كيك خفيف ولطيف طبعا، الزبادي فوائده كتير. طب قولي انت اخبارك ايه في المطبخ بقى يا حسين؟ والله بصي يعني تساعد ماما، ولا ممكن تقوم تعمل ساندوتش لنفسك، تعمل حاجه يعني، عرفني. الصراحه كده. لما انا ببقى جعان بخش اقلي لي بيضتين واعملهم. ممكن مثلا حته جبنه رومي او حطيتها في البيض، حته جبنه فالمانكا او حطيتها في البيض، يعني بعمل ميكس كده من البيض، بحيث ان هي ايه، المهم ان هو في الاخر بيض بس. صح بالظبط، تطلع اومليت حلوه كده اكلها في رغيف عيش او حاجه، وبعد كده ده كده يعني دي الحاجه اللي هي بتبقى سريعه على طول بنعملها. او انا بعملها كحسام، دي حاجه بتفيدني بس كده، او انا باكلها على طول. بالظبط. ممكن اسلق شويه مكرونه بس مش كتير الصراحه، يعني اسرع بس كويس، حافظ على جسمك. بالظبط، اسرع حاجه بالنسبه لي البيض بس. وانا يعني من وانا صغير برضه طبعا بقف جنب ماما في المطبخ، بس ما كنتش بساعدها الصراحه، عارف اللي هو يعني حته البانيه تطلع كده زيك.
اخويا يعني برضو برضه يقف معايا يعني في نفس المطبخ. دي مظلومه معاكوا في البيت. يقف معايا في نفس المطبخ الاكل اللي يطلع على طول اللي هو بطاطس مقليه باكل بس بالظبط. لكن ان احنا بقى هقولي. يعني نساعدها ونقف معاها ونطبخ بتاع لا احنا بناكل بس. احنا متشكرين جدا يا حسام. بعدين قول ان انا هبدا اساعدها عشان كل الولاد والشباب اللي بيسمعوا دلوقتي يبقوا كده اكتف في المطبخ يعني ويساعدوا ماماها. طبعا المفروض نساعد مامتنا في البيت. ما حدش يعمل زي وتاكل بس. ونسمع كلام الشيف عشان ما تزعلش. طيب بالظبط نسمع كلام الشيف ان احنا نساعد ماما عشان انا عايزاك تجرب كبير. الكيك دي خفيفه وجميله قوي. عايزاك تجرب التكنيك ده. ثلاث مكونات وانت اللي تعملها لماما بقى. اكيد طبعا لانها على فكره مفيده جدا. الكيك دي فيها نسبه زبادي عاليه وفيها فيتامينز كثيره جدا وبتحسن الهضم وما فيهاش سكر خالص. وعايزه اقول لك كميه الزبادي اللي فيها مهمه. ليه بقى انا كرمشت الورقه؟ علشان يعني ايه ما تلزقش. ان الكيك دي خفيفه قوي سوفت قوي ما فيهاش نسبه دقيق عاليه. فانا عايزاها تبقى طالعه من الورق اشيلها بسهوله ودي مهمه في الموضوع ده. طيب تعالوا بقى ندخلها الفرن 180 اهو على الشبكه في النص. بسم الله. هتاخد حوالي 15 دقيقه او ماكسيمم 20 دقيقه على حسب درجه حراره الفرن اهو. حلو كده. تسلم ايديكو. طبعا يا شيف انت اي حاجه حضرتك بتعمليها بتبقى سهله وبسيطه. ربنا يسعدك يا حسام. واي حد ممكن يعملها وبتبقى طعمها حلو جدا. طبعا تسلم يا رب. ميرسي. انا شامم ريحه من عندي يعني انا بس الحمد لله انا متماسك. لا ما تتوترش ولا حاجه. طب قولي بقى احنا طبعا هنستسمحك هنروح بريك. طبعا. هنرجع بعد البريك بقى نحكي في الحاجه الحلوه اللي المفروض هي قربت تنزل. طبعا. اكيد كلنا بقى بما اننا يعني بنحب برضو نجوم كتير. طبعا. صح. طبعا. في الدراما وكده فاحنا هنعرف منك اخبار حلوه. لكن هنستسمح حضرتك نطلع استراحه. هنرجع بعد الاستراحه نستكمل مع ضيفي مع حسام ونشوف اخبار الاكل اللي جايه ايه. في انتظار حضراتكم.